جاء ليدعو الخطاة، جاء ليشبعنا، أشبع الآلاف بخمس خبزات وسمكتين. جاء ليعلمنا ويفهمنا. جاء ليهدئ رياح مراكبنا وحياتنا. جاء ليقيم موتانا حتى بعد دفنهم. جاء ليفدينا من خطيتنا. أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ونحن كنا نظن أن الله ضربه وأذله عقابا له، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، نزل عليه التأديب لنحصل نحن على السلام، وبجروحه شفينا.